بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله هنبدا مع بعض بالسيشن رقم 3. تعال نبدا بس ايه، نبدا من الصفر. يعني ايه نبدا من الصفر؟ برمجه دي يعني ايه؟ مقصود بيها ايه؟ ايه المفهوم بتاع البروجرامنج؟ فده اللي احنا عايزين نوضحه، علشان لو في حد قاعد معايا ما يعرفش يعني ايه البروجرامنج اساسا يقدر يمشي معانا في الكورس ان شاء الله. تعال نقول كلمه بروجرامنج يعني ايه. كلمه بروجرامنج لو انا مثلا كلمتك ايه، قلت لك والله انا برمجت الشخص اللي قدامي ده، هو يعني ايه برمجته؟ قال لك بمبادئه يسمع كلامي. يعني يسمع كلامي؟ اقول له يمشي يمشي، اقول له يقف يقف، اقول له يعمل يعمل، اقول له ما يعملش ما يعملش. طيب هو مين الشخص اللي انا عايز ابرمجه ده؟ هو جهاز الكمبيوتر بتاعنا. جهاز الكمبيوتر بتاعنا يا اخوانا هو ده الحاجه اللي احنا عايزين نتعامل معاها. تعالى كده، ادي الماشين بتاعتي اهي، عايزين نديها اوامر تعملها تمشي زي ما احنا عايزين. طيب ما انا برضو عشان يعني ابرمج شخص قدامي، فانا محتاج ان انا اتكلم معاه بنفس اللغه اللي هو بيفهمها. يعني الراجل ده مثلا اللي انا عايز ابرمجه، لو هو بيفهم عربي وانا بتكلم انجليزي، انا لو قعدت اكلمه من هنا للصبح لا هو هيفهمني ولا انا هفهمه. فهو الراجل ده او الماشين دي ما بتفهمش الا حاجه واحده بس، لغه الاله. طب هو يعني ايه لغه الاله؟ قال لك هي عباره عن لغه برمجيه تتكون من حاجتين. عباره عن ايه؟ عباره عن صفر وواحد. البرنامج كله عباره عن صفر وواحد. الماشين دي ما بتفهمش غير ايه؟ ما بتفهمش غير الصفر والواحد. فانا والله مثلا يعني افتح فايل مكتوب فيه صفر وواحد، صفر وواحد. فانا مثلا لو عايزها تجمع، فهي الماشين دي بتفهم الجمع على انه صفر واحد صفر صفر. في الحاله دي يبقى انا عشان اقول لها اجمع، بدل ما اقول لها اجمعي كده، لا هروح اقول لها كده صفر واحد صفر صفر. فعايز اقول لها اطرحي، هي مثلا بتفهم الطرح على انه واحد 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 واحد، فانا عشان اقول لها اطرحي. فالمفروض برضو انت تسالني تقول لي ايه؟ طيب والله الشخص اللي انا ببرمجه ده، يعني لو انا قلت له اقف هيقف، لو انا قلت له امشي هيمشي. طيب ما هو عشان يفهمني ده، هو مش لازم يبقى عنده مخ علشان يقدر يفهم الكلام اللي انا بقوله؟ صح. طيب هو دماغه دي ايه هو المخ بتاعه؟ المخ ده هو اللي بياخد مني الاوامر، يفهمها يترجمها، يقوم يعمل الحاجه اللي انا بقوله عليها. طيب الماشين دي او جهاز الكمبيوتر ده عنده ايه؟ قال لك هو برضه عنده حاجه زي المخ، اسمه ايه؟ اسمه البروسيسور. البروسيسور ده ماله؟ قال لك البروسيسور ده المفروض اللي هو بيفهم هذه الاوامر. هذه الاوامر مثلا لو انا عايز اكلمه واقول له اجمع، يبقى هو بيفهمها مثلا على انها 0 1 0 0، يبقى انا هقول له ايه؟ بدل ما اقول له اجمع لازم اقول له 0 1 0 0. فياخد الامر ده ويفهمه ويجمع. طيب عايز اقول له اطرح، اقول له ايه؟ هقول له 1 1 1 1، على اساس مثلا البروسيسور ده بيفهم امر الطرح على انه 1 1 1، وكذلك باقي الاوامر بالنسبه لايه؟ بالنسبه للقسمه وبالنسبه للضرب. طبعا انا عشان ابرمج واعمل برنامج بهذا الاسلوب، واقعد احفظ جمع يعني ايه وطرح يعني ايه وقسمه يعني ايه، واقعد بقى اقعد اكتب اصفار وحايل، طبعا الموضوع صعب جدا على المبرمج. نسهل على المبرمج ازاي؟ بدل مثلا ما يكتب اصفار وحايل، ايه رايك نعمل حاجه اسمها الاسمبلي لانجوج؟ ايه هي الاسمبلي لانجوج؟ قال لك الاسمبلي لانجوج يعني لغه التجميع. ان انا معايا مجموعه من الاصفار اهي والوحايد. الامر ده الماشين او البروسيسور بيفهمه على انه ايه؟ بيفهمه على انه مثلا وليكن إيه اسم. فبدل ما البروجرامر بتاعي يعمل او يكتب صفر 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 واحد واحد، يعمل ايه؟ يكتب مثلا ديف، يكتب كلمه ايه؟ ديف. فلما يكتب كلمه ديف المفروض البروسيسور ياخدها ويفهمها على انها كده. طبعا الكلام ده مش ممكن. ليه؟ انا برضو لسه عندي مبدئي. ايه هو مبدئي؟ انا مبدئي ان انا لازم علشان الجهاز ده ينفذ حاجه لازم اديها له عن صفر وواحد، لازم اديها له باللغه اللي هو يفهمها. انا مثلا عايز اسهل على البروجرامر بتاعي، فانا المفروض البروجرامر بتاعي هيكتب مثلا ديف، هيكتب مثلا اد اجمع. فكده ايه؟ هياخد مجموعه الاصفار والوحايد دي يجمعها مع بعض ويديها اسم معين. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك إيه اسمها اسمبلي، تجميع. فجمع شويه الاصفار والوحايد دي واديها كلمه معينه. البروسيسور ده ما بيفهمش الا اصفار وحايد، فانا ما ينفعش اخد الكلام ده واقوم رايح مدخله على هنا على طول، ما ينفعش. امال نعمل ايه؟ نرجع تاني للشخص اللي احنا عايزين نبرمجه. لو هو بيتكلم عربي وانا بتكلم انجليزي، نجيب شخص في النص، بني ادم في النص، بيفهم العربي وبيفهم الانجليزي، بحيث انا لما اتكلم عربي ياخد الكلام بتاعي العربي ويحوله انجليزي ويديله ايه؟
على هيئه اوامر. يبقى احنا كده استفدنا ايه؟ ان احنا لازم نحط هنا حاجه في النص. الحاجه دي بمنتهى البساطه جدول صغير كده، المناظر له صفرين واحدين. فانا بديله مثلا امر، اول امر اهو ديفايد، يقوم رايح عامل ايه؟ يدور عليها يلاقي المناظر ليها صفرين وواحدين، يقوم رايح واخد الصفرين الواحدين مديهم لمين؟ للبروسيسور. يقوم البروسيسور ينفذ الامر، اول امر اللي هو امر الاسم، بعد كده امر الاد، فيجي على الامر اللي بعده يلاقي امر اد، فامر اد اهو المناظر له ايه؟ قال لك مثلا المناظر له وليكن 0100. فتاني امر اهو لقاها، يقوم مخرج ايه؟ مخرج الكلام المناظر ليها لمين؟ للبروسيسور، بحيث ان التنفيذ يمشي سطر سطر، امر امر، امر الاولاني ثم الامر الثاني ثم الامر الثالث وهكذا. مين بقى الشخص اللي في النص الاول ده؟ بيقولوا عليه السمبلر. السمبلر هو اللي هياخد الامر الاولاني يترجمه ويخرج المناظر له لمين؟ للبروسيسور. البروسيسور ينفذه، وياخد الامر الثاني يترجمه ويدي الناتج بتاعه للبروسيسور، البروسيسور ايه؟ ينفذه وهكذا. الشغل او البرمجه بهذه الطريقه برضه صعبه جدا. طب نعمل ايه؟ ما احنا برضه عايزين نسهل على البروجرامر اكثر واكثر ان هو يعمل برنامج امكانيات اعلى، فنعمل ايه؟ فعملوا تصنيف جديد من اللغات، الهاي ليفل لانجوج، لغات البرمجه ذات المستوى الاعلى. ودي فكرتها في ايه؟ فكرتها ان انت بتتكلم انجليزي تقدر تكتب ايه؟ لغه برمجه. بمعنى بدل ما مثلا بقول له ايه؟ بقول له مثلا عايزك تجمع، فخلاص ما اقولوش اد، امال قال لي قول له اجمع. طيب اطرح، قول له اطرح. انا مثلا عايز اقول له اقسم، قول له كده اهو اقسم. لو يعني اكتب اف كده اهو. فاصبحت شبه لغات الانجليزي بالظبط. ما ينفعش الماشين دي او البروسيسور ده يفهم حاجه غير الماشين لانجوج. ما ينفعش يفهم حاجه ثانيه. فانت والله عايز تكتب هنا اف وتكتب هنا زائد وطرح وضرب وقسمة، كل الكلام ده، وعايز تديه لمين؟ وعايز تديه للبروسيسور ده علشان ايه؟ عشان يفهمه. طبعا الكلام ده مش ممكن، لانه برضه هو ما يفهمش غير الماشين لانجوج، ما يفهمش غير الصفر والايه؟ والواحد. طب نعمل ايه؟ قال لك برضه نحط واحد هنا في النص. نفس الكلام تقريبا، عنده مثلا جدول صغير، عنده الاف مثلا هنا اهي، وعنده المناظر ليها بالاصفار والوحيد. فالراجل ده مثلا او البروسيسور ده ما بيفهم، يفهم الاف على انها صفرين واحد واحد. فانا لما اتكلم مع اف يقوم مديله ايه؟ صفر صفر واحد واحد. تقوم انت تقول لي انا، طب ايه الفرق بين ده وده؟ طب هو ده مين؟ لما ده السمبلر، امال ده مين؟ حد يعرف ده مين؟ قال لك ده الكومبايلر. ده السمبلر، لكن ده كومبايلر. تقوم انت تقول لي برضه نفس الكلام، ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين السمبلر والكومبايلر؟ السهم من هنا لهنا على طول ده غلط، لان الكومبايلر ما بياخدش الاوامر من هنا يديها للجهاز على طول. قال لك الكومبايلر بياخد الفايل ده كله على بعضه يعمل له عمليه كومبايليشن. يعني ايه كومبايليشن؟ يعني يطلع فايل اخر، فايل ده اكس مثلا، يطلع له الفايل واي. الفايل ده فيه ايه؟ قال لك عباره عن الترجمه المناظره للكلام اللي موجود هنا. بمعنى الاف دي ترجمتها ايه؟ 0 0 1 1، يقوم كاتب لك هنا 0 0 1 1. ازاي دي ترجمتها ايه؟ كذا كذا وهكذا. فبياخد الكلام ده يطلع الناتج بتاعه اصفار وحايد في فايل منفصل تماما. الفايل ده اصبح معاك، تقدر في اي وقت تعمل ايه؟ خلاص اصبح معاك، خده على فلاشه مثلا، خده على اسطوانه، بعد كده عايز تنفذ البرنامج، قال لك انا هدي البرنامج ده لمين؟ للماشين ده او للبروسيسور ده. فاصبح السهم ده غلط، فالمفروض انا ما اعملش كده. يعمل لها ايه؟ يعمل لها عمليه كومبيليشن ويولد فايل جديد. الفايل ده يبقى معاك في اي وقت انت عايز تنفذ البرنامج بتاعك، تعمل ايه؟ تدي لهذا الفايل لمين؟ للبروسيسور علشان ينفذه. وانت تقول لي لو انا مثلا كاتب في هذا الفايل اف بالمنظر ده كده، اي اف اف، طبعا الكومبايلر هيطلع خطا ومش هتتم عمليه الكومبايليشن ومش هيعمل الفايل وهيقول لك فيه غلط، فانا اروح اصلح الغلط علشان تتم عمليه الكومبايليشن بنجاح. يبقى اذا ما هي عمليه الكومبايليشن؟ عمليه الكومبايليشن ان انا باخد الكلام ده بياخده يفهمه يطلع المناظر له اصفار وايه؟ ووحايد. باخد انا الاصفار والوحايد دي اديها لمين؟ اديها للبروسيسور. دي كانت اول نقطه. يعني ايه بروجرامنج؟ اوبريتنج
سيستم بيتكون من ايه وعباره عن ايه؟ طبعا انا لو سالت اي حد يعني ايه اوبريتنج سيستم هيرد عليا يقول لي ايه؟ يقول لي هو عباره عن برنامج شغال طول ما الماشين بتاعتك شغاله. ده هو اللي بيشغل المكنه بتاعتنا صح ولا لا؟ هو اللي بيشغل جميع التطبيقات بتاعتنا. فاذا انا بس عايز ابص عليه نظره ايه؟ نظره دقيقه شويه. فتعال نشوف الاوبريتنج سيستم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث طبقات. الطبقه اللي في النص دي بيقولوا عليها ايه؟ كيرنل. والطبقة اللي فوقيها بيقولوا عليها شيل. والطبقة اللي فوق بيقولوا عليها ابلكيشن لاير. دي الطبقة بتاعت الابلكيشن لاير. ودي الطبقة بتاعت الشيل. ودي الطبقة بتاعت الكيرنل. بمعنى مثلا التطبيق بتاعي وليكن مثلا انا بشغل مثلا الوين ام. عايز يخرج صوت منين؟ من السماعات، من كارت الايه بالظبط كده، من كارت الصوت. فيدي الامر ده لمين؟ للشيل. فالشيل هي المسؤوله اللي هي تكلم الكيرنل. الكيرنل دي بقى عباره عن ايه؟ قال لك هو الجزء المسؤول في الاوبريتنج سيستم عن التعامل مع الهاردوير. فانا الابلكيشن بتاعي انا هنا ده البرنامج اللي انا بس انا هعمله. فانا عشان ادي امر معين اي هاردوير فانا ما اقدرش اديهوله مباشره الا من خلال مين؟ الكيرنل. وانا ماليش صلاحيه ان انا اتعامل مع الكيرنل الا من خلال مين؟ الشيل. كلمه شيل دي يعني ايه؟ قال لك يعني صدفه. يعني ايه صدفه؟ يقول لك يعني تخيل مثلا معايا، عارفين الصدفه؟ يقول لك في حاجه جوه وعايزين نحميها فنحط لها طبقه كده من فوق بالظبط كده، بحيث البرنامج بتاعي لو عايز يتعامل مع الكيرنل ما يتعاملش معاها مباشره ولكن يتعامل معاها من خلال الايه؟ من خلال الشيل دي بالظبط كده. سؤالي بقى، حد فيكم شاف الشيل دي قبل كده؟ افتح معايا قائمه رن. قائمه ايه؟ رن. اكتب سي ام دي انتر. تفتح لك ايه؟ تفتح لك الشاشه. هتقول لي يا باشمهندس دي شاشه الدوس. لا، ده مش دوس، دي حضرتك الشيل بتاعت الاوبريتنج سيستم. الشيل دي ما بتفهمش الا كوماند، فانت لازم تكتب لها اوامر، فما فيش فيها مثلا استخدم الماوس، مش زي الويندوز ابلكيشن. فعلشان مثلا اقول له اطلع اقف على السي زي ما انت شايف كده، هقول له سي دي مثلا نقطتين، فيطلع يقف على مين؟ دي كومنت اند سيتنج. سي دي نقطتين يقوم رايح وقف على السي. ده ايه؟ ده زرار اب. فانت لما بتقول له اب هنا، انت هنا لما بتدوس على اب مثلا فيعمل ايه؟ يدى امر معين للشل، الشل يقوم مديال الكلمه وتعمل لك اللي انت عايزه. يبقى اذا ليه الكلام دون؟ عشان تبقى فاهم معايا ان احنا ان شاء الله يعني هنشتغل على الشيل دي في الاول. يعني احنا هنبدا مش هنيجي ننفذ البرنامج الجافا بتاعنا، مش هنستخدم اي دي اي على طول، بحيث ان انت تبقى فاهم الموضوع من تحت ماشي ازاي. فاحنا هنبدا من الشيل دي اللي البرنامج بتاعنا هيبقى معانا اهو، عايز انفذه هنفذه من خلال الشيل. الموضوع رقم ثلاثه اللي احنا عايزين نتكلم فيه، عايزين نسال نفسنا واي جافا؟ ليه الجافا؟ اول حاجه يقول لك ان الجافا مالتي سريدنج. السريدنج عامه ليها شابتر معانا، يعني هياخد سيشن او اثنين او ثلاثه كمان. تعال بس نوضح هو يعني ايه المالتي ايه سريدنج. كلمه مالتي سريدنج يعني ان انا عامل برنامج اه وجيت في الامر هنا قمت كاتب برنت. يعني ايه برنت؟ يعني يطبع، عايز اطبع مثلا حاجه معينه. هيطبع على ايه؟ هيطبع على الطبعه بتاعتي. فانا عندي هنا برنتر، فالبرنامج ماشي ينفذ الاوامر بتاعته اهي. فجاه انت بتقول له برنت، هيعمل ايه؟ هيروح على الطبعه بتاعتك عشان يطبع الكلام اللي انت عايزه. افترض معايا ان البرنتر دي مش شغاله، مفيش فيها كهرباء. ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيفضل واقف هنا اهو يستنى البرنتر، ربنا يسهل لها لحد لما تشتغل. طيب وبقيه البرنامج مش هيكمل، ويبان قدام اليوزر بتاعك ان البرنامج بتاعك ايه؟ مهنج. قدام اليوزر، مع انه مش مهني ولا حاجه، هو مستني يطبع علشان يرجع ويكمل بقيه البرنامج. طيب قوم انت هتقول لي ايه؟ طب هو يعني ما ينفعش يروح يطبع وبعد كده بقى هو خلاص بقى الطبعه بقى ايه لحد ما ربنا يسهل لها اجي هنا اكمل البرنامج بتاعي؟ يعني انت عايز البرنامج بتاعك يطبع وكمان يكمل؟ قال لك اه. فانت عايز البرنامج بتاعك يعمل كام حاجه في نفس الوقت؟ حاجتين. قال لك ده يقولوا عليه الثريد. فالجافا بتدعم الثريد. ان الجافا بلاتفورم اندبندنت. بلاتفورم اندبندنت يعني ايه؟ بلاتفورم اندبندنت هو العنوان اساسا عايز الشرح. يعني ايه كلمه بلاتفورم؟ يعني تعال نشرح مع بعض يعني ايه بلاتفورم.
اقدر اقول لك ان هو عباره عن ايه. فبلاتفورم يعني ايه؟ انا كلمه بلاتفورم دي انا افهمها حاجتين، افهمها انها هاردوير وافهمها انها سوفت وير. فانا لما اقول لك ان الجافا از بلاتفورم اندبندنت، يعني ايه اندبندنت؟ يعني مستقله لا تعتمد على البلاتفورم. يعني الجافا لا تعتمد على الهاردوير ولا السوفت وير. طب هو يعني ايه هاردوير؟ قال لك الهاردوير بتاع الجهاز اللي هو اللي انا اقصد بيه البروسيسور، والسوفت وير بتاع الجهاز بتاعك اللي انا اقصد بيه الاوبريتنج سيستم. ان برنامج الجافا بتاعك لا يعتمد في تنفيذه لا على البروسيسور ولا على الاوبريتنج سيستم. تعالى معايا اوضح لك الفكره عباره عن ايه. احنا مش قلنا في اول السيشن ان البرنامج بتاعك مثلا اهو، فانا خدت فيه مجموعه من الاوامر، بعد كده ادي الجهاز او البروسيسور بتاعك او اللابتوب بتاعي. اللابتوب بتاعي مثلا انزل، فانا لما عملت كومبايل للكود ده طلع ايه؟ قال لك طلع فايل اخر، الفايل الاخر ده مثلا ده اكس، طلع فايل واي. الفايل الواي ده في الترجمة أو الكومبايليشن أو ناتج الكومبايليشن بتاع هذا الفايل. طلع مثلا في مجموعة الأصفار والوحايد بتاعت مين؟ بتاعت الفايل ده. فأنا مثلا لو ده أمر جمع، لو ده الأمر جمع، فأنا لما عملت كومبايل عمل إيه الكومبايلر؟ الكومبايلر راح شاف الإنتل بيفهم الجمع إزاي؟ بيفهم إن هو صفر صفر واحد واحد. فقام كاتب هنا صفر صفر واحد واحد. بيفهم الطرح ازاي؟ مثلا واحد واحد صفر صفر. فقام رايح كاتب هنا واحد واحد صفر صفر. كل ده بناء على الكلام اللي بيفهمه الانتر. رحت انا بعد ما عملت الكومبايل للبرنامج بتاعي ايه اللي حصل؟ رحت قمت واخد الفايل بتاعي ده بقى، ده البرنامج بتاعي، قمت رايح عند العميل بتاعي، ادي العميل اهو. العميل بتاعك مثلا عنده بروسيسور وليكن اي ام دي. فانت عامل كومبايل للبرنامج بتاعك على انتل، يعني ايه؟ يعني الاوامر اللي مكتوبه هنا مين اللي بيفهمها؟ انتل، بالظبط كده. لكن الاي ام دي ما بيفهمش مثلا الجمع على انه 0 0 1 1، بيفهمه على انه 1 1 1 1. فانت سيادتك تيجي تديله هذا الفايل علشان ينفذه، الاي ام دي مش هينفذه. طب الحل يا باشمهندس؟ الحل ان انت تاخد البرنامج ده وتروح تعمل له كومبايل على ام دي علشان يطلع فايل اللي هو الواي اللي فوق ده، مين اللي يفهمه؟ الاي ام دي. يعني انت عايز تقول لي ان انا هقعد اكتب البرنامج ولو على حسب الظروف بتاعت العميل بقى، لو العميل نفس الجهاز بتاعي يبقى خلاص، لو هو بروسيسور تاني هضطر اعمل كومبايل عنده. طب ده اسمه كلام؟ هو انا ما ينفعش اكتب مرة واحدة بس والبرنامج يشتغل على اي جهاز ايا كان نوع الاوبريتنج سيستم؟ ينفع. كان قبل كده ما ينفعش، كان قبل عام 95 او 94 ما ينفعش، كان لازم تكتب مرة وتعمل كومبايل اكتر من مرة. طب ايه بقى اللي حصل في سنة 95 أو قبل 95؟ الموضوع ده هيدخلنا في تاريخ لغة الجافا، هنتكلم دلوقتي في تاريخ لغة الجافا. لو جينا نتكلم عن الجافا هيستوري نقول إيه؟ في عام 91 تقريباً جت شركة اسمها شركة صن. شركة صن عملت إيه؟ كانت عايزة تمول مشروع لإنشاء وتطوير الأدوات المنزلية الكهربائية الذكية. فكلفت إدارة المشروع ده لمين؟ كلفت إدارته لواحد اسمه جيمس جوزلينج. جيمس جوزلينج كون فريق عمل بحيث إن هو يبقى المدير بتاع الفريق ده، ويتمكنوا من تطوير اللغة اللي تمكنهم من برمجة هذه الآلات الذكية. كانت أشهر لغة مستخدمة دلوقتي أو في الوقت ده هي السي بلس بلس. فلك احنا نستخدم السي بلس بلس عشان نستخدمها ان احنا ايه؟ ان احنا نبرمج بيها الايه؟ الآلات اللي احنا عايزين نعملها. قرروا ان هم يستخدموا السي بلس بلس في عمل البرمجة لهذه الايه؟ الآلات. السي بلس بلس ما ساعدتهمش. فجيمس جوزلينج عمل ايه؟
قرر ان هو يطور السي بلس بلس ويطورها ويخليها لغه اطلق عليها كلمه اوكي. اتضح ان في لغه برمجه في هذا الوقت بهذا الاسم. طبعا ما ينفعش يبقى فيه اثنين او لغتين في نفس الوقت بنفس الاسم. فعمل ايه؟ هذا الفريق كان بيحب قهوه اسمها جافا، فقرر ان هم يسموا اسم اللغه على اسم القهوه اللي بيحبوها، فاطلقوا عليها اسم جافا. وده السر، ان يقول لك ان الجافا اللوجو بتاعها عباره عن فنجان. ايه؟ فنجان قهوه. فعملوا ايه؟ قال لك طيب بعد الكلام ده كله نبرمج بقى بيها. فلما برمجوا نزلوا المشروع في السوق، المشروع يعني ما نجحش بالدرجه المتوقعه. طب نعمل ايه؟ ده في حاجه جديده ظهرت في الاونه دي، الويندوز ابلكيشن وتطبيقات، والماوس بدا يظهر للدنيا، والناس عرفت يعني ايه ماوس وبداوا يستخدموه، وتطبيقات النوافذ ظهرت. فعملوا ايه؟ قال لك طيب، وكمان في الوقت دوت كمان كان الظاهره ال HTML وتطبيقات الويب. فقال لك طيب ايه رايك نستخدم الجافا في تطبيقات الويب؟ وبالتالي بدل ما يعني شوف هي بدات منين؟ بدات من اللي هي يعني احد المشاريع لتطوير الايه؟ الاجهزه الكهربائيه الذكيه، وانتهى بها الامر ان هي اصبحت تشتغل على ايه؟ على تطبيقات الويب. واللي ساعد في كده ان تطبيقات الويب في الايام دي كانت لسه بادئه في الانتشار، والناس حابه الموضوع، فقال لك خلاص نعمل ايه؟ نستخدم الجافا في تطبيق برامج الايه؟ الويب. وفي سنة 95 ظهرت لغة الجافا للعالم، بما فيها ان هي كانت تشتغل على ايه؟ على اي بلاتفورم، اي بلاتفورم يقدر يشغل لغة الايه؟ لغة الجافا. هي غير معتمدة على ايه؟ غير معتمدة على الاوبريتنج سيستم ولا على الايه؟ الهاردوير. يبقى اذا قبل الجافا كان ايه اللي بيحصل؟ كان اللي بيحصل انت معاك سورس كود بهذا الشكل. فانت لما تيجي تعمل له كومبايل، فانت بتاخد السورس كود ده تدخله على الكومبايل، بتروح تعمل له كومبايلر مباشر او عمليه كومبايليشن مباشره على مين؟ على مثلا نقول الانتل. فانت بتتعامل مباشره مع مين؟ مع البروسيسور ده. طيب لو انا غيرت الانتل لازم تعمل كومبايل تاني، طب غيرت التاني وهكذا، يبقى انت بتتعامل مباشره مع الهاردوير، وده غلط. وكان هو ده سبب المشكله. يعني لو غيرت اللي تحت ده لو اتغير انت هتضطر تعمل كومبايلر من الاول والجديد. طيب نعمل ايه؟ فلما جت لغه الجافا عملت حركه ظريفه جدا. ادي السورس كود بتاعك اهو، وادي الكومبايلر اهو، وادي الهاردوير اهو. فانت بتدي السورس كود بتاعك للكومبايلر، الكومبايلر المفروض يروح يعمل له ايه؟ عمليه كومبايليشن. بس في الحاله دي مش هيعمل عمليه كومبايليشن على الهاردوير، هنحط طبقه هنا اهو. هنحط حاجه اسمها فيرتشوال ماشين، مكنه وهميه. اذا عمليه الكومبايل لما تتم هتتم على هذه الايه؟ على هذه الماشين. يبقى الفايل اللي هيخرج، فاكر معايا ده الاكس وده الواي. الفايل اللي هيخرج اللي هو الواي ده اهو ناتج عمليه الكومبايليشن على مين؟ على الفيرتشوال ماشين دي، مش على ده. جميل. يبقى اذا مين اللي يفهم هذا الفايل؟ الوحيد اللي يقدر يفهم هذا الفايل هي الفيرتشوال ماشين ده. تقول انت تقول لي ايه؟ طب هي الفيرتشوال ماشين دي عباره عن ايه؟ عباره عن سوفت وير انت هتسطبه علشان يقدر ينفذ هذا الايه؟ هذا البرنامج. تعال كده شوف معايا السيناريو ده. يبقى انا دلوقتي معايا فايل اكس في الكود بتاعك، عملت له عمليه كومبايليشن، طلع فايل واي. فايل الواي اهو، الواي ده مين اللي بيفهمه؟ قال لك اللي بيفهمه حاجه واحده بس، مين هي؟ الفيرتشوال ماشين. طب الفايل ده احنا عايزين ننفذه، احنا يعني هو ده الغرض، ان انا هعمل فايل واي. الفايل واي ده عايزين ننفذه على ايه؟ نقول مثلا على نوع مثلا انزل. يعمل ايه؟ قال لك نحط هنا مين ده؟ الفيرتشوال ماشين، بحيث ان هي تاخد الاوامر اللي هنا، هي اللي فاهمها هتفهمها وتفهمها لمين؟ للانتل. طيب لو حطيت هنا حاجه كمان وليكن اي ام دي مثلا،
لو حطيت هنا اي ام دي هيعمل ايه؟ هيروح برضه ياخد الاوامر دي يفهمها ويروح يفهمها لمين؟ للاي ام دي. اصبح السوفت وير ده مسؤوليته ان هو يعمل ايه؟ يترجم الاوامر اللي هو فاهمها هنا لمين؟ للانتل، للاي ام دي. اصبحت انت كمبرمج بتكتب كام مره؟ مره واحده بس. والكود بتاعك مين اللي بيفهمه؟ الفيرشوال ماشين دي. والفيرتشوال ماشين دي مسؤوليتها ايه؟ ان هي تفهمه بقى لمين؟ لاي نوع بروسيسور سواء انتل او اي ام دي. طيب الفيرتشوال ماشين دي بيقولوا عليها ايه بقى؟ بيقولوا عليها جافا. بالظبط كده، جافا فيرتشوال ماشين. الجافا فيرتشوال ماشين دي انت لسه قايل لي ان هي عباره عن سوفت وير انا لازم انزله، صح ولا لا؟ طيب انزله منين؟ او هو عباره عن ايه؟ الجافا فيرتشوال ماشين دي مش هتلاقيها لوحدها. يبقى الجافا فيرتشوال ماشين نفسها اهي، الجي في ام اهي، وعرفنا فائدتها ايه؟ مش هلاقيها لوحدها، هتلاقيها جزء من برنامج بيقولوا عليه جافا ران تايم انفايرمنت. ده عباره عن سوفت وير هننزله مع بعض وهنسطبه. فلما بينزل معاه مين؟ الجي في ام. طيب هي الجار اي بس بتحتوي على الجي في ام؟ قال لك لا، كمان بتحتوي على اللايبراري. ايه هي اللايبراري؟ قال لك دي المكتبات الجاهزه، او بمعنى اصح الكلاسز الجاهزه اللي انا هستخدمها عشان اعمل التطبيق بتاعي. يبقى انا دلوقتي الجافا ران تايم انفايرمنت عباره عن ايه؟ عباره عن سوفت وير انا هنزله. ماذا يحتوي؟ قال لك بيحتوي على جي في ام اللي هي هتنفذ الايه؟ هتنفذ الكود بتاعك. طيب واللايبراري؟ ما انا كده في الكود بتاعي مثلا بستخدم كلاس موجوده جاهزه، يبقى لازم وانا بنفذ البرنامج بتاعي في حاجه تنفذه وكمان الاقي اللايبراري اللي انا ايه؟ مستخدمه. البرنامج ده هنزله امتى؟ قال لك والله عند العميل. انا مثلا في الجهاز بتاعي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كومبايل، عايز اجمع البرنامج بتاعي في ملف واحد عشان اوديه عند العميل، صح ولا لا؟ اذا يلزمني ايه؟ يلزمني حاجات ثانيه غير الجي في ام وغير اللايبراري، يعني بمعنى صح يلزمني حاجه ثانيه غير مين؟ غير الجي ار اي. قال لك نعمل لك حاجه اشمل واعم من الجي ار اي اسمها الجي دي كي، جافا ديفلوبمنت كيت، اداه البرمجه في الجافا. طيب الادوات دي او بمعنى اصح الجي دي كي هيحتوي على ايه؟ واضح من الرسمه اللي هو بيحتوي على الجي ار اي، وبالتالي بيحتوي على الجي في ام وبيحتوي على اللايبراري. بالاضافه لكده كمان اللي هو بيحتوي على ادوات بتسمح لي بعمل كومبايل. بيحتوي على ادوات بتسمح لي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجمع البرنامج بتاعي اللي هو مجموعه من الملفات في ملف واحد بس. فانا محتاج انا كديفولبر او انا كبروجرامر اللي انا محتاج انفذ البرنامج بتاعي، انا محتاج الجي ار اي، ومحتاج اعمل كومبايل، يبقى انا محتاج الجي دي كي ده كله، صح ولا لا؟ تعالى نعرف ازاي نسطب البرنامج بتاع الجي دي كي ده. ده الجي دي كي اللي احنا اتكلمنا عنه، تعالى نشوف مع بعض. فده عباره عن سوفت وير انت هتنزله، دبل كليك عليه هينزل معاك. طبعا ايه ينزل؟ قال لك هو موجود قبل كده فما ينفعش انت تنزله تاني، فانت هتسطبه ومفيش فيه اي مشكله. طيب بعد ما ينزل روح على السي بتاعك اهو، روح على بروجرام فايلز، هتلاقي ادي الجافا اهي. خش جوه الجي دي كي. يبقى انا دلوقتي هخش جوه الجي دي كي، المفروض زي ما انت قلت لي الاقي ايه قدامي؟ هلاقي الجي دي كي، الاقي فيه الجي ار اي، والاقي فيه الادوات اللي هتسمح لي بان انا اعمل عمليه مثلا كومباين. فين الموضوع ده بقى؟ تعال نشوف كده في السي اهي، هلاقي جواه الجي ار اي اهو. خش جوه الجي ار اي، انت قلت لي جوه هتلاقي اللايبراري، اهي اللايبراري. قلت لي كمان اللي انت هتلاقي جواها الكلاسز بتاعتك اهي. كل دي كلاسز جاهزه انت هتستخدمها. طيب بعد كده انت قلت لي برضه انت هتلاقي فيه الجي في ام، اهي الجي في ام. بين الملفات الخاصه بالايه؟ بالجي في ام. ايه تاني؟ قال لك طيب في فين بقى الادوات الخاصه بعمليه الكومبايل مثلا؟ ادي الجي دي كي اهو، ده بالنسبه للجي ار اي. ادي البن، خش جوه البن بتاعت الجي دي كي هتلاقي الادوات الخاصه بعمليه الكومبايل. تعالى مثلا ايه؟ اللي هي مثلا جافا سي، جافا سي يعني جافا كومبايلر، هو المسؤول عن عمليه الكومبايل. قال لك جافا، امر جافا لوحده هو المسؤول عن تنفيذ البرنامج بتاعك. طب امر الجار هو المسؤول عن تجميع الملفات بتاعتك او تجميع الكلاسز بتاعت المشروع بتاعك في فايل ايه؟ واحد. فطبعا زي ما انت شفت كده من غير الجي دي كي انت مش هتعرف تعمل كومبايل ولا تعرف تجمع المشروع بتاعك.
لكن الجي ار اي تسمح لك بس بعمليه التنفيذ. احنا كديفلوبر يهمنا ايه؟ يهمنا ان احنا نعمل كومباين وننفذ، علشان كده هننزل المين؟ هننزل الجي دي كي ان شاء الله. في برضه سؤال عايزين نوضحه، يقول لك ايه؟ يقول لك يا باشمهندس انا اسمع عن جافا 1، جافا 2، جافا 3، دلوقتي في جافا 7، ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم بمنتهى البساطه في ده، في اللايبراري. اللايبراري الخاصه مثلا بجي دي كي 4 اقل شويه من الايه؟ من اللايبراري الخاصه بجي دي كي 5. بمعنى مثلا يعني على سبيل المثال، في مثلا في جي دي كي 4 ان انا ايه؟ ان انا اقدر مثلا ايه؟ في لايبراري خاصه بالشبكه ما كانتش موجوده في جي دي كي 3. فهو علشان يسهل عليك او يسهل على البروجرامر في عمل تطبيقات النتوركنج، فعمل ايه؟ عمل لايبراري او عمل اكواد جاهزه انا بستخدمها في عمل تطبيقات الشبكات، ما كانتش موجوده في جي دي كي 5، او يا رب ما كانتش موجوده في جي دي كي كام؟ 3، يعملوها في جي دي كي 4. فبيطور تطوير اللايبراري او في الزياده في اللايبراري من فيرجن لاخر، بيدي سهوله للبروجرامر اللي هو يقدر يستخدمها، ويتيح لي ميزه اكتر في السهوله والامكانيات بتاعته. برضو في طريقه الشغل بتاعت الجي في ام، ودي ان شاء الله هنوضحها مع بعض في السيشن الجاي. الجي في ام ليها اسلوب في الشغل، فكان قبل كده بطيئه شويه، دلوقتي بيطور فيها فبيخليها اسرع شويه. بكده يا جماعه يبقى احنا وصلنا لنهايه السيشن رقم 3، اتكلمنا فيها عن البروجرامين، يعني ايه بروجرامين وتصنيفات لغات البرمجه، اتكلمنا فيها على الاوبريتنج سيستم والطبقات بتاعته، اتكلمنا فيها عن الميزتين بس ايه هم؟ المالتي ثريد والبلاتفورم اندبندنت، وعرفنا تاريخ لغه الجافا. ان شاء الله المره الجايه هنبتدي نتكلم عن الجافا از اوبجكت اورينتد بروجرامنج، هنعرف يعني ايه اوبجكت اورينتد بروجرامنج مع بعض، وهنبتدي برضو ايه نتكلم في المبادئ بتاعت الاوبجكت اورينتد بروجرامنج ان شاء الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.